النيل كسر في نفق بوديك لشركة زين كبر الفتيحات. الخرطوم قالوا يا غرقة يا حرقة، ربنا يطلب من العباد إن شاء الله. بس مباشر الآن كمية المياه كثيرة جدا جدا. دي شركة زين ظاهرة طبعا كوبري، ربنا يسر. يعني كمية كبيرة جدا جدا. طيب انا متفق من حتتين، يعني ما من حتة واحدة. من شفت الكوبري برضه هناك في حتة المياه بتدفق مياه النيل. ربنا يطوف الخرطوم وبأهل الخرطوم إن شاء الله.